عندي دوة. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوة الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمة كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبة. انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثة؟ بصراحة؟ أنا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحدة صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. فبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمة. اسمعي كلامهم يا فاطمة. لسه هاهو. أيوة. العربية ولعت. حرام عليك، أنا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك إيه يا فاطمة؟ إيه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحده صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه هاهو في العربيه ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بنت فاطمه؟ إيه؟ انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه واحده. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجه هي يا استاذ محمود، الجوتن والشاش والمكركرون. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايه دوه؟ اش محمود، انا روحت للاسعاف قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه ده، احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا، انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت اللي واكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فكيها دي. صح، عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثة ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثة. ايه ده؟ حادثة؟ العربية يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه، انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى، اهدى اهدى اهدى. معلش، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش، كويس انها جت في الساق. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. انت لو حابب تنام حبه نام. يا طب ما حدش يهمدني. ماشي، ما حدش يهمدني. ايوه عشان عبيط يا. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها، ما حدش يزرزروا. في ايه يا باشا؟ في ايه يا راي؟ عادي، كله في الشنيش، اهم حاجه الصحه. في ايه؟ ايه ده؟ الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلق انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك؟ في ايه؟ اهدى ايه؟ نصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى نصب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب. محدش يهمدني. تمام، ينعل ابو شكلك في الارض. يا تحد يكلمك يا. انا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات. اهو ايه اهو. تمام، عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم محدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه؟ ويبقى عيش وتمول. ليه؟
عشان يبقى عيش طويل بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى، حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه، اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه، مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. ايه؟ عمال يفرهدنا وساكتين. حرام عليك، جامد قوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفاضيه؟ طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش معلش معلش، بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده؟ عشان مش ناقصين فرحان. والله يا عم جد. حسابنا بعد العرض. معلش جد جامدة. ايه ده؟ لا تمام. والله ايه؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ يا ابني ايه؟ ايه يا بابا؟ اهدى بس، انت بتفتري عليا انا بس. ما هو رزعك بتاع انت بس. بتاعت مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي. الزفتة دي. معقولة هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهاردة؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا، تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالي يا اختي. بس تعالى ريح انت يا باشا، تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى. اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى ايه؟ اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع. دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ، عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه جت. الميه جت. المويه جت. احتكم الامر وهستحب هستحب هستحب. مين الراجل اللي عامل دجلة الصابون ده؟ معلش معلش. عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت إيه اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح؟ العربيه يا جدعان، العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني؟ وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني. في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ اه. انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من على الناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف. يا روما يا محمود يا محمود. هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ
10 ايام الاغنيه. بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ اه. حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي والله. ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ اه يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال. عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. اه هات. ايه ده؟ طب بص، ممكن تبدلها لي بيرت اصفر؟ عايز ميريت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميريت الاصفر. ما انا بدلتها بالمارلبور الاحمر. طب وفين فلوس المارلبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكانها، يبقى انا خد خد حقك يا عم. خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميريت اصفر. ايوه صح صح، خد ميريت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبورو؟ خد مارلبور. لا هات ميريت. عايز ميريت؟ اه خد ميريت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي. اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره ما حدش يجب عليه. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا. هي فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اه انت صعيدي؟ عرفت عشان رايح اسيوط. اركب اركب، هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني اتقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هيئة سكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكس. أيوه القسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوي. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون. خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى. ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش أي معدية هنا. معدية معدية. أيوه. بس
بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا بسرعه. يلا. توس. ان كان على القلب مالوش غيري، وان كان على الحب مفيش غيري، سجناحي مربرب في سبابي، والقلب اتربى على خير. بلدي بلدي يا بلدي. ايه ده، سواك انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام يا الله. سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور. حاسب مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده، ده حرامي بوصله بنفس حرامي. عمر يابا انت بتضحك على ايه؟ يلا فرحان. فرحان ايه السمجه اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا؟ لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قلة أدب وبجاحة منه. يوم يسقف برجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده أنا عمال أحوش عنه البواني، يدوا بواني وأنا أصد كده كده. يا عم تحوش إيه؟ تحوش إيه؟ أنت كل ما تودي اليد يجي فيا أنا. ما أنت برضه عامل لي بتقرش برشام، وواقف طول الخناقة يقرش في برشام، يقرش في برشام، وعامل لي بلطجة على الفاضي. يا عم أنت اللي من ساعة ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت إن أنا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجة. معلش اهدى اهدى اهدى، ما تحطش في اهدى. ايه احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقة هنا. ده عمل دماغي طبلة يا جدع. والله حرام أفهم. والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه في مطوة ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما كان ونصب عليا وعمل سواد قاطر وعم. بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئة النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجة. معلش ما تزعلش، شكلك مش غريب. ايه ده؟ ألف سلامة يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطة؟ بصيت عليها بدماغي. اتأكدت بقى ان مفيش يافطة وان انت داخل الشارع عاكس. لا انا ممشيش عكس يا ابني، انا شغال في المرور ممشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا. تمام حضرتك. يا لهوي. يا نهار اسطوبان حارب انا يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. حط 5 جنيه. امسك. يلا. توس. توس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده انا هفا. لا يا فندم مفيش، عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانية. لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي. سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللي هو حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى. متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا، ده اللي هو حمد كشري ده معروف دقة زيادة ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا، انا احل لك الموضوع ثانية واحدة، انت دخلت قلبي على فكرة. بقول لك ايه يا حسام، تعال. انت شايف العطلة اللي احنا فيها؟ الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. صح. فانت روح انده البوليس وبالمرة هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح، انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس، انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعة ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا، مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم؟